نتكلم عن الدائرة الكهربائية ومكوناتها، راح يكون عندنا وش هي الأشياء اللي راح نعرفها في الدائرة الكهربائية. في البداية عندنا الأشياء الأساسية في أي دائرة كهربائية اللي هو مصدر الطاقة، مهما أي كان نوع من أنواع مصادر الطاقة راح يكون هو الشيء الأساسي للدائرة الكهربائية. الشيء الثاني اللي راح يكون كعنصر أساسي اللي هو الجهاز، فممكن يكون مصباح، محرك أو أي قطعة إلكترونية ثانية راح تستهلك هذه الطاقة. المصدر أو القطعة الثالثة اللي راح نحتاجها اللي هي الأسلاك اللي راح توصل ما بين هذه القطعتين اللي هو مصدر الطاقة ومستهلك الطاقة. فلو وصلنا مع بعض هذه القطعتين مع بعض راح يكون عندنا دائرة كهربائية متكاملة. لكن هذه الدائرة الكهربائية دائما نضيف لها أشياء مختلفة لها أهداف مختلفة. فمثلا علشان نتحكم بإطفاء وتشغيل هذا المصباح فنحن دائما نحتاج إلى إضافة مفتاح كهربائي. المفاتيح دائما تختلف لهدفها والأشياء اللي ممكن تساعدنا كيف نسوي فيها. فراح نوصل الحين في الدائرة الكهربائية مفتاح كهربائي راح يساعدنا إنه نشغل ونطفي هذه الدائرة الكهربائية. فنجرب معاك إنه قرب شغلها وطفيها فقط بدون ما أن نشيل أسلاك، وهذه فائدتها. تمام، الحين راح نجرب أن نستبدل مفتاح هذا بمفتاح آخر وراح نشوف وش الفرق بينهن. فعندنا مفتاح ثاني هنا، هذا المفتاح قرب إيش يصير لما تحط إصبعك فيه وتضغطه؟ راح يشتغل، أول ما تشيل إصبعك راح ينطفي. فهذا المفتاح فائدته الأساسية أنه يكون فقط يشتغل لما يكون عندنا حاجة ملموسة لما نضغطه. في الأجهزة أو في الاستخدامات اللي ما نريد يكون الجهاز شغال على طول مثل جلس المنزل، لازم نحتاج حاجة تكون مفتاح ضغط، فأول ما نضغط عليه يشتغل، أول ما نشيل صبعنا ينطفي. فهذه هي فائدة المفاتيح في الدائرة الكهربائية. كذلك عندنا قطعة ثانية نحطها دائما في الدوائر الكهربائية ونسميها المقاومة. المقاومة كما تلاحظوا هنا رمزها، المقاومة هدفها الأساسي أنها تحمي الأجهزة الإلكترونية من أنها يكون فيها تيار زيادة، فيتقلل التيار اللي راح يمر في الدائرة الكهربائية. علشان نشوفها أكثر وكيف ممكن تأثيرها راح نوصل دائرة كهربائية خفيفة صغيرة، راح نستخدم معها LED ليت صغيرة عشان نشوف تأثير هذه المقاومة وإيش راح يصير لو زدنا حجمها أو قللنا في الدائرة الكهربائية. فمثلا عندنا هنا هذه الدائرة الكهربائية اللي راح تكون فيها الأساسيات اللي هو مفتاح، لا راح يكون عندنا فيها مصباح وسلك ونسوي فيها المقاومة. فراح نجرب في البداية 100 أوم مقاومة ب 100 أوم. راح تلاحظوا هنا عندنا المصباح يضيء بهذه الإضاءة وهذا مقدار الإضاءة اللي يسمح لنا 100 أوم إضاءتها. لكن لو قمنا برفع مقدار المقاومة من 100 أوم إلى 100,000 أوم راح تصير الإضاءة خافتة يكاد أنها لا ترى بالعين. لو قلنا نحن راح نروح في المنتصف ما بينهم فنسوي 10,000 أوم فراح تجي الإضاءة قليلة. إذن كلما زادت المقاومة قل التيار اللي يجي في الجهاز. فوائدها كثيرة تحمي عندنا الأجهزة، كذلك ممكن نسويها في دوائر معقدة بحيث أننا نقدر نحول التيار من شيء إلى شيء آخر. شكرا جزيلا.